مشي مشي يا أساطير، رجعنا بحكاية لاري توروبارد القسم الثاني. لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم أكيد تشوفوهم، والرابط بأول تعليق. أما هلأ فجهزوا حالكم لهالعلاقة المعقدة بين هالاثنين. قبل ما نبدأ، مين لسه ما شاف متجرنا وحسابنا على الانستغرام؟ وين أصدقائنا وليش ما عم بتابعونا؟ اتوقعنا دعم أكبر لأنه كلها كبسة زر. أكيد شوفوا العروضات الجديدة، والمهم لا تنسوا الصلاة على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة ودمروا زر اللايكات وليتس جو. وبتقولها ما كنت بعرف إنك مجنونة، وبتوعدها تحتفظ بالسر، بس بتقولها بليز اتحممي لأنه حالتك وريحتك أسوأ من بعض. وبعد ما تتحمم بتبلش كمان معلمة ليتشي تختبر فيها بالأداب والسلوك، وبتلاقيها مثالية جدا لدرجة بتنزعج من ليتشي، وبتقولها رح أزد لك الحصص الدراسية لتكوني متميزة مثلها. وبتحكي لها ليتشي صارتي كمان عم تتدربي لحالك، انت عن جد بنت قوية كتير. وبتلبسها بعض من ملابسها الصغيرة وبتاخدها معها باتجاه القصر الإمبراطوري، وبتحكي لها أكيد رح يعرفوا إنك مو من هون لأنه ما بتعرفي بأمور المدينة مثلي. تقعد لارات بالمقابلة مع كبير الخدم للأسرة الإمبراطورية، وبيشوف كل صفاتها وبيعرف إنها بنت عائلة بيلوس، وبيسألها ليش بدها تعمل كخادمة. فبتقوله إنها حابة تكون خادمة حقيقية ومو خادمة شرف. فبيحكي لها بس الأمير أرنوف ما بيحب الخادمات الصغار. فبتقول لارات لكن أنا ما بدي أكون خادمة للأمير أرنوف، وبدي أكون خادمة للأميرة روبرت. فبتتغير كل معاملته وبيقولها عادي لو بعرف هيك ما كنت هدمت أصلا، وبياخدها لا تفوت لعندها. فبتستغرب لارات من التمييز الكبير، يعني عم بيعامله روبرت كأنه حثالة، وبياخدها لمكان الأميرة روبرت. بتلاقي إنه ما في خدم أبدا، فبتسأله عن السبب وبيقول إنه مزاج روبرت مرعب جدا، وبتوفيق يعني لو قدرتي تغيري مزاجه وتحسني من حاله. وبتكون لارات خايفة كتير تقابل روبرت اللي قتلهم كلهم، لكن بتحاول تقنع حالها إنه هلأ هو لسه صغير وما في يقتلهم. وبيعرف كبير الخدم لارات على روبرت، وبتنزحر لارات بجماله، بس بتحاول تذكر حالها إنه وحش مرعب ومو إنسان من سوءه. المهم روبرت بيقولها اخرسي، ما حدا طلب منك تعرفيني على حالك. فبيقولها كبير الخدم خلص هدي رح ارجعها لبرا. فبيقوم وبيرفعها وبيحكي لها اخرسي ما سألتك عن اسمك، وبيقولها رح اقتلك مثل ما حكيت يا سارقة الخبز بالزلابية. فبتخاف لارات وبتقول اسفة بس انا عندي حساسية من الزلابية ومستحيل اكلها من طفولتي. فبيهدى روبرت شوي وبيقولها يمكن تخربطت بينك وبين حدا تاني، يعني البنت المشردة اللي شافتها بالشارع كانت الأمير روبرت. بيغادر كبير الخدم وبيسألها روبرت انت عن جد بنت بيلوس اللي مستولي على كل الجنوب تقريبا؟ فبتقوله لارد صحيح. فبيحكي روبرت كذابة، بنت بيلوس ما رح تسرق الزلابية. وبيسألها طيب ليش اجيتي لعندي؟ فبتقول له لما كنت طفلة على أساس أنها كبيرة والدي حكالي كتير قصص منيحة عنك، فحبيت أجيب نفسي وأخدمك وأتعرف عليك. فبيتحمس روبرت وبيقولها عن جد والدك حكى عني؟ فبتقول لارات طبعا هو بيقول إنك بنت جميلة جدا وذكية، وبيتمنى لو كنت ولد لا تحكمي الإمبراطورية. اكذبي يا لارات ما حدا قدك. فبيقول روبرت لكن ما بتذكر إنه قابلت والدك أبدا. فبتحكي له لارات ولو صيتك سابقك. وبتتخيل لارات إنها تقتله هلأ وبهاللحظة، بس لو عملت هيك رح ترجع هي وكل عائلتها يموتوا. وبيقول روبرت بعرف إنك ساعدتي توري، لهيك رح أسامحك على سرقة الزلابية. وبتضل لارات تظاهر إنها ما بتعرف أبدا عن شو عم يحكي، وبتروح بعدها لترتاح وبتقول إنه خلص بما إنه تم تعيينها رسميا ما ضل شي بإيد والدها
أو عيلتها لا يعملوه لا يمنعوها، وفجأة بتفوت توري لعندها. تفرح لارات لما تقابلها وبيبقوا هم التنتين سوا وكلهم طالعين مثل الألعاب، بس لما يكبروا شوي راح يصيروا بيجننوا. المهم توري بتكون متوترة، بينما لارات بيكون بدها تعرف أكثر عن سبب وجود توري لخدمة روبرت. على الأقل لهلأ هي متأكدة إنه توري حتضل بأمان لغاية ما يكبروا. بتجيب لها توري ملابس الخادمة وبتتشكرها لارات، ولكن توري بتتوتر طبعا لأنه في فرق شاسع بين رتبة توري ورتبة لارات، وبتقول لارات إنها بتتفهم سبب تصرفات توري لأنه العامة يا إما بيحسدوا النبلاء أو بيحقدوا عليهم، وبالحالتين النبلاء أصلا ينظروا لهم باستصغار، لهيك العامة مستحيل يصدقوا إنه حدا من النبلاء بيحترمهم أو فعلا بيعطف عليهم. ولهالسبب فتأثير لارت على توري أكبر من تأثير توري على لارت. انسوكم من هالهراء هاد. المهم اللي بتحكي لارت إنه الحياة مش عادلة مع الكل، حتى هي اللي المفروض بنت واحدة من أكبر 5 عيال بالإمبراطورية تمت إبادتها طريقة شنيعة، وتوري البنت الفقيرة فجأة رح تصير إمبراطورة. لهيك فخطت لارت إنها تحاول تتحكم وتأثر بتوري وآرائها شوي. المهم يستدعيهم روبرت وبيفوتوا التنتين وبيحكي لارت من اليوم بدي اياكي تتحققي من أكلي، يعني رح تكون فقر التجارب تاعه اللي بتشوف له إذا أكله مسموم أو لا، يا بتموت يا لا. فبتخاف لارات، أما توري فبتقوله خليني أنا أعمل هيك شي، مو خادمة شرف ككونتيسة بالنهاية. فبيقولها ما تتدخلي وبدكم تسمعوا أوامري. فبتقوله لارات حاضر. فبيستغرب وبيقولها ما عندك أي كرامة، هالولد مو عاجبه العجب ولا رسيان برجب. وبيقولها انتي بنت كذابة، مستحيل والدك يكون موافق تخدميني او بيحبني او يمدحني باي شكل. فبتستغرب لارت انه متأكد لهالدرجة، وبتقوله معلش لما انا عم بخدمك ما بيهمني شو رأي والدي او غيره، انا عم بقوم باللي عم بحبه. وبتنحني له، فبيقوم الفستان اللي لابسته بتفك زراره وبيطيره بوجه روبرت. فبيتضايق روبرت منها وبيقولها عن جد انك ويردو وبيغادر. فاعتذر توري منها وبتطمنها انها اكدت لروبرت بانه لارت هي فعلا بنت ميلوس بما انها شافتها بالحفلة، وبتوضح لها انه روبرت بيكون وقح كتير مع الغرباء بالبداية بس بعدين بيصير انسان جيد ولطيف. فبتقول لارت لتوري صحيح شعرك وشكلك كتير بيشبه روبرت. فبتتوتر توري وبتقول انه الموضوع صدفة وانه الاميرة روبرت احلى منها بكتير. فبتقول لارت وانتي كمان حلوة. فبتخجل توري كتير وبتطلب لارت من توري ما تعملها بهالشكل وما تضل متوترة جنبها حتى لو هي بنت اسرة بيلوس. هلأ هون التنتين خادمات، وبما انه روبرت بيوثق بتوري وكلامها بتقرر لارت تحطها تحت الامر الواقع، وبتقترب منها وبتسألها ليش اجيتي على حفلة عيد ميلادي مع انه ما عزمتك. فبتحكي توري انها سرقت الدعوة من روبرت واجت لانها كانت بدها تساعد روبرت اللي بيّن انه بده يقابل بيلوس ويحكي معه لانه راح يشوفه من قبل شي حفلة وما لقيه، وانه كان نفسه يجي لحفلة عيد ميلادك كمان ولكنه مرض لهيك انا جيت بدالها. تستغرب لارت انه ليش روبرت بده يحكي مع والدها وشو علاقتهم مع بعض، وبتحكي لها انه في حدا كان فضولي اصلا نفسه يشوف كيف رح يكون شكلك بعيد ميلادك. فبتتفاجأ لارت وبتسألها عن مين عم تحكي. فبتقول توري سوري ما بقدر اخبرك مين. فبتتوقف لارت عن طرح الاسئلة وبتحكي انه توري معجبة فيها بس كمان خايفة ولسه مو واثقة، هيك ما بتسألها اكثر. وبيروح كل حدا على غرفته، ومعنه لارت تعبانة بتقرر تقعد وتكتب أفكارها اللي صارت عندها واللي قدرت تجمعهم بوجودها بهالقصر. أهم شي إنه توري وروبرت في بينهم علاقة قوية كتير،
وكأنه بتجمعهم شي رابطة مع بعض. ومع هيك توري خايفة من شي وما بتعرف لارات شو هو، وكمان انه روبرت مهتم بأسرة بيلوس وعم بيراقبهم لأسباب مجهولة، وهيك تتعقد الأمور أكتر بدل ما تحس لارت إنها لقيت الحل. بتمر 4 شهور بعد ما توصل لارت لقصر روبرت، ولهلا ما عرفت كتير أشياء عنه، وهي صارت بعمر 13 وكبرت سنة ب4 شهور ما بعرف كيف، وهو صار بعمر 14. ومع هيك فهو هادي بشكل غريب جدا، وعنده طن أسلحة صيد بس ما بيروح للصيد أبدا، ولأنه روبرت ما بيحب حدا يلاحقه فهي فعليا بس بتروح تدوق أكله وبتتأكد إنه آمن وبترجع لغرفتها. بيسألها روبرت بشي مرة إذا نحفانة لأنه الملابس كبيرة عليها، بس هم هيك من الأساس لأنها قصيرة، وبيستهزئ فيها كمان وبيقولها مستحيل تنحفي أصلا وأنت عم تاكلي أكل مثل البقرة. فبتنغاض لارت كتير، بينما توري بتضحك وبتقول إنهم صاروا متوافقين مع بعض أهل، وبتطلب لارت بعدها تروح تستدعي أستاذ الموسيقى، بس بيعصب روبرت منها وبيقولها لا تتحركي إلا بإذني، وبيسألها إذا بتعرف تعزف أو تغني، فبتقوله شوي، فبيحكي لها تمام بدي تصير تغني لي وتتدلعي كمان. تغضب لارت منه وبتطلع تجيب ألبرت الأستاذ اللي هو عازف مشهور طبعا، وبيقولها شفت أمك أماندا قبل كم يوم وكانت حزينة إنك ما عم بتزوريهم لهلأ، وبيسألها إذا ممكن تكتب لهم رسالة مثلا. تحتار لارت شو تكتب لأمها، صحيح هي مشتاقة لها بس كمان خايفة من ردة فعلها، وبيسألها ألبرت إذا رح ترافقهم بالتدريبات، وبيقولها نادر كتير لحدا يحضر غير توري، وبيقولها ألبرت روبرت إنسانة وحيدة جدا رح تعرفي هالشي لما تسمعي عزفها. وفعلا بتسمع لارت عزف روبرت وبتنسحر فيه وبتقول إنه مبدع، بس ما بتشوف فيه وحدة أو حزن. بينتهي روبرت وبيسألها عن عزفه، فبتقوله يعني مقبول، فبيغضب بس بخوف بتقوله آسفة وعزفك عن جد كتير رائع. فبيطلب منها تغني مثل ما اتفقوا وهو يعزف، فبتقوله خايفة صوتي يدمر معزوفتك، فبيتضايق روبرت وبيغادر، وبيبقى ألبرت. تلحق لارت روبرت بسرعة وبتقوله هدي شوي، وبيطلع فيها وبيقولها بكره أتطلع بالأشياء البشعة، هاد نازل قصف فيها. وبتلاقي روبرت طلع لبرا، وأكتر شي بتلاحظه هو جماله. المهم قال بتعطيه جاكيتها ليلبسه لأنه الجو بارد كتير، بس بتتجمد هي من البرد، وبيخاف فعليا روبرت عليها وبيقولها طالما عم ترجفي تقدري تفوتي لجوا. فبتحكي له لارت مستحيل أتركك، وبتفكر إنه قلقان عليها، فبيقول روبرت إذا اخرسي لا تضلي ترجفي لأنه صوتك عم بيضايقني. عكل حال فهاليوم تحكي هي وروبرت أكتر من أي مرة من قبل، وفجأة تطلع توري لعندهم كمان ومعها راكون، فبتخاف لارت منه، لكن هذا هو الحيوان الأليف لروبرت. وبتحكي توري إنه لطيف، بس بتلاقي لارت عاضدها بإيدها وبتشعر بالحزن عليها، فبتتأثر توري من لطافة لارت معها وبتقولها لا تقلقي علي والمهم إنه ما يأتي سيدتنا روبرت، لكن بتصر لارت إنه تاخدها للقصر لحتى تعالجها، وبتحب توري ما عملتها لإلها. تطلب من روبرت كمان ينتبه على حاله وما يوثق كتير بهالراكون لأنه ممكن يكون مؤذي، فبيقول روبرت إنه هاد الشيء إلي وبيخصني أنا. فبتقوله لارت إذا أنا كمان بخصك بما أني خادمتك، فبيقولها لا أنت مو ملكي، فبتقولهم بلا بما أني خادمتك، فبيغضب وبيقولها بعرف أني ببين مجرد طفل بس صدقيني فيني أقتل كتير من الجواسيس حوالي. بتخاف شوي بالأول لكن بتتذكر إنه مو هاد روبرت اللي بيخوف وإنما روبرت الكبير، وبيكون نفسها تقتله وترتاح منه، لكن أكيد ما بتعملها. المهم بتقرر تبقى مع روبرت. طيب والمسكينة توري اللي دخلت لتعالجيها؟ ما علينا، المهم بتقعد مع روبرت وبتسأله ليش بتخليني حزينة ببساطة، هالشي مو عدل. فبيحكي لها بدك الصراحة، فبتقوله أكيد، فبيقولها لا تكوني لطيفة مع توري. تستغرب لارت وبتسأله ليش، فبيقول لأنك كذابة،
بعرفكم انتو النبلاء كيف بتتعاملوا وبتنظروا للعامة، لهيك لا تظاهري انك بتحبيها ولطيفة معها، لانه اكيد عندك اسبابك الخاصة. فبتضايق لريت وبتقول بس انتي الاميرة وعم بتعمليها بهالطريقة الجيدة، ليش انا لا؟ فبيحكي لها لانه نيتك مو منيحة، وبتحس لريت انها تضايقت، خصوصا انه فعلا حاولت تستغل توري، لكن من جانب آخر هي ما بتكرهها وبالعكس بتستلطفها، وكمان بيقولها لا تكوني لطيفة معي وتلحقيني بكل مكان. فبتقوله لا رد، بس أنا خادمتك ولازم أتبعك وأهتم فيك. فبيقول لا، لأنك عن قريب راح تتخلي عني وتكوني إما بصف أرنوف أو نيجل. فبتحكي له لا رد، بس أنا ما رح أعمل هيك. يتفاجأ روبرت وبيسألها طيب ليش؟ إلا إذا كنت غبية رح تكوني بصفي. فبتقول له لأنه والدي حكى عنك كتير أشياء منيحة، لكن روبرت متأكد إنه هالشي مستحيل، وبتحس إنه متضايق، وهي بتشعر كمان بانزعاج كبير لأنها بتحس إنه روبرت كتير طفل وما في أي آثار للشر أو الوحشية عليه، وبتتساءل كيف رح يصير هداك الإنسان الشرير، وبتقول إنه نفسها بس تعرف إنه أصلاً هلأ هو إنسان دنيء سيء لحتى تقدر تكرهه براحتها. المهم عكل حال بتقوله لارت مو ضروري تفكر انه كل شيء له سبب، ومو ضروري تقتنع انه عائلتي معك او بصفك. انا جيت هون لاخدمك بنفسي بدون اي سبب وبدون حدا يطلب مني، لكن من داخلها بتحكي جيت لاخدمك لاني بخاف منك وبكرهك وبتمنى موتك. المهم فجأة بيوصل للأمير الزفت أرنوف وبيرحب بلاريت وبيعمل كأنه صحبة معها على أساس وإنهم رفقات، وبيقولها لو خبرتيني أنا أو نيجل إنك جاي هون كنا أخذناكي للقصر الأساسي وما بعرف شو. فبتعرف إنه روبرت ما بيحب أرنوف ولا أرنوف بيحبه، وبتقوله سوري. فبيحكي لها أختي الكبيرة نيجل لو عرفت إنك هون وما جيتي لعندها رح تزعل كتير، لانا بتحب عائلة بيلوس. فبتنصدم لارت انه عم بيحاول يستغلها، وبتقوله اسفة بس انا رح استمر بخدمة روبرت. فبيتفاجأ روبرت كتير، وبتفرح لارت انه هلأ رح يصدقها، ولكن روبرت بياكل كف. وبنعرف انه قبل ما يصير الاحمرار والضرب هاد اتفاجأ كمان ارنوف انها حكت حتضل تخدم روبرت، وقالها هل عن جد الكونت بيلوس بهالغباء؟ فبتقول له عمري 13، تصرفاتي بتنم عني ومو عن عائلتي ابدا، وبتخاف لارت كتير انها بينت بانه هي بصف روبرت، وبتخاف من اللي ممكن يعمله ارنوف ولو رح يأثر على عائلتها. بيشعر روبرت بخوفها، فبيقوم بيمسك ايدها وبيوقف ليدافع عنها، وبيسأل ارنوف ليش جيت لهون؟ فبيقول ارنوف لانه بعثت لك كتير رسائل وما رديت على اي وحده منهم. فبيقول روبرت لانه اوامر جلالته كانت انه ما اشوفك لحالنا ابدا، لهيك اكيد ما رح اجي لما تطلب مني هيك شي واطنش اوامره. فبيقوم ارنوف ضربه هداك الكف. تنصدم لارت، وبيقول ارنوف ليش عم تحكي عن الملك ومتعلق فيه كتير كانك بيبي، لازم تفهم انه منيح منا انا تركينك هون معنا، وغير هيك كان لازم رميناك، ولازم تكون ممتن انه سامحين لك تبقى بالقصر هون، ومو ذنبي انه امك الامبراطورة كانت امرأة تافهة ما الها اي قيمة. تستغرب لارت من كمية الكره الموجهة لروبرت، مع انه ارنوف ما بيعرف انه روبرت ولد ولا بيشعر باي تهديد منه لسه. وبيقول ارنوف لا لارت، تعرفي انه ام روبرت اجت من اسرة سخيفة وطلعت متبنى من قبل الكونت اردال ومو بنته الحقيقية عن جد، هيك انتبهي وساخة روبرت توصلك، اكيد والدك ما خبرك بهيك شي، لهيك فكري منيح بالموضوع وتعالي انتقلي لقصرنا بسرعة. بيغادر، فبتحاول لارت تلحقه، لكن روبرت بيمسكها وبيوقفها وحتى بيقضي ايدها من المسكة. فبتقوله كنت بس رح احكي له اني رح ابقى عندك مو اكتر، وبتسأله اذا خده بوجعه من الكف، وهو بينتبه على ايدها وبيطول مرهم لا يعطيها اياه،
وهو مرهم غالي جدا وفي مياه مقدسة وبيشفي بسرعة. بتتشكره وبتبلش تستخدمه، بس بيقولها ترى غالي كتير هاد، فبتحكي له بعرف، فبيحكي لها وما هيك ما عندك مشكلة تستخدمي، فبتقوله ما في شي بيغلى على جسمي، وبتحس انه حزنان عليها، بس بعقلها بتقول ما انت قتلتني بأسوأ طريقة وهلأ جاي تحزن على جرح بإيدي. وبتتمنى لارات لو فيها تقوله انه انت شيطان متخفي اصلا وقتلت كتير ناس وهلأ عم تحزن على جرح، بس طبعا ما بتقدر تحكي له هالكلام، وبالمقابل تسأله إذا حاسس بالذنب لأنه جرح لها إيدها. فبيقولها روبرت شو دخلني إذا بشرتك حساسة كتير، لكن واضح فعليا إنه حاسس بالذنب. فبتيجي كمان لتحط له الكريم على وجهه، لكنه بيرفض وما بيقبل وبيغادر. ومن لقاء صغير جدا بأرنوف بتكون لارت قدرت تجمع معلومات كتيرة إنه والدة روبرت أصلها من العبيد وهي هلأ صارت الإمبراطورة. هالشي لو انكشف رح يعمل فضيحة كبيرة ويمكن انقلاب من النبلاء حتى، وانه ارنوف بيكره روبرت وبده يتحكم فيه. وما هيك الامبراطور ما عم بيوقف ارنوف من التنمر على روبرت مع انه بيقدر ينهي هالشي. وبتتسأل عن وضع الامبراطور الحالي وعلاقته بوالدها، وانه روبرت ما عم بتتم معاملته كابن السيدة اللي حبها الامبراطور، وإنما كأنه طفل بالمنفى. وبتقول إنه لازم تقابل والدها بأي شكل لا تسأله لحتى ما تجيب العيد. وبتتوتر إنه كمان أخوها ليهان رح يروح للعسكرية عن قريب، وإنه لازم تروح تودعه وتشجعه لأنه بحياتها الثانية ما قدرت تشوفه حتى لأنها كانت مريضة بوقتها. وبتتمنى تقدر تحسن علاقتها بأخوها وما يكونوا مثل الحياة الماضية، وإنه أهلها يتفهموا إنها عم تعمل هالشي كرمالهم. وبعدها تتحسن علاقة روبرت فيها وبيبلش يزيد ثقة تجاهها، وبتضل تتفاخر هي قدام الكل إنها أسطورة قادرة تتحمل مزاج روبرت المتقلب. وبرضه استمر إزعاج أرنوف لإلها كل الوقت، وهي كانت عم تتقبل الإزعاج لا تخلي روبرت يثق فيها أكثر. المهم تيجي توري ومعها الراكون وبتطلب من لارت تهتم فيه بما انه روبرت نايم، وبتقول انه ما كان عم يقدر ينام الفترة الماضية من الجو، وبتسأل لارت اذا عم تقدر تنام براحة. فبتقول لارت نعم عم بنام بشكل جيد. فبتحس توري بالخجل ليش ما بعرف. المهم تبقى لارت مع روبرت، والراكون هاد اللي فجأة بيضرب لارت وبيروح ينط على روبرت. فبيعصب روبرت كتير وبيطلع على لارت وبيقولها شكلك حابة تموتي، مين طلب منك تفيقيني؟ فبتقول له بس راكونك هو اللي جرحني بوجهي ويمكن ما اتزوج بسببه. فبيقولها على شكلك هاد ما رح تتزوجي بكل الأحوال. وبتسكت لأنه هو فعليا أحلى منها، وبينادي عليها لا تحط الكريم على جرحها وهو يستهزئ فيها. بترجاله يا فبيقولها يا استخدمتي أكثر من مرة أكيد ما رح أرجع أستخدمه. فبتقوله بس أنا نظيفة. فبيقولها خلص خدي هالولد ما بيعرف يحكي خير، لازم يضرب بالكلام حتى لو نيته منيحة. المهم بتتشكره لارت وبتفكر بهراكون اللي هي وتوري بيهتموا فيه، لكنه ما هيك بس بيحب روبرت وبيفضلوا عليهم. وبتحس لارت أصلا بالحسرة على حالها لأنه روبرت بيحب توري وبعدين حيوان مثل الراكون وبعدين يمكن تيجي هي، وبتقرر تتصرف مثل الراكون بلكي يحبها. وبتقول له أكيد بتحب توري كتير. فبيحكي لها يعني عادي، ولكن لارت مصرة إنه بيحبها بما إنه ولد وهلأ عم بيمر بمرحلة الإعجاب. فبتقولهم بلا أنت بتحبها. فبينظر لها باستغراب وبيسألها ليش هيك بتفكري، وبيضلوا يتناقشوا ساعة بالموضوع. وبتقولها لارت أنا برأيي إنك بتحبها كتير لأنك بتهتم فيها. فبيقول صح بهتم فيها، بس هاد لا يعني إني بحبها كتير، وكمان الأشياء اللي ما بهتم فيها ما بيعني إني بكرهها. فبتقول لارت بس هيك أغلب الناس الطبيعيين بيتصرفوا. فبيقولها إذا بتوقع إني مو مثل الناس لأني مو هيك بفكر، وأنا بهتم بس بحالي والأشياء اللي بمتلكها وهي هي فكرتي. فبتتفاجأ لارت وبتقول له إذا توري شي ملك لإلك حصلت عليه بشكل ما
ليك صرت تهتم فيها؟ هل هذا هو قصدك؟ فاب يحكي لها بعدي عني بلا قرف. المهم تسأله طيب وأنا؟ فاب يحكي لها أنتي لا. فبتقول له بس أنا خادمتك كمان. فاب يحكي لها أنتي خادمة تم تعيينها لإلي من طرف القصر الأحمر. فبتحكي له بس أنا فعلا بدي أكون خادمتك؟ وبيقولها للأسف ما بصدقك. وود تنصدم إنه لسه لهلأ عنده نفس الرأي، وللغريب إنه لارت عم بتحاول تقنع أكتر إنسان بتكرهه إنها مهتمة فيه. ولما تكون لارت نايمة بتشوف حلم على شكل ذكرى لإلها لما كانت كبيرة مع شي شاب، لكن هي ما عاشت هالشي ولا هالعلاقة. تستغرب من وين إجت هالذكريات، وفجأة بتيجي تفيقها توري وهي عم تبكي وتقولها إنه روبرت عم بيواجه كابوس وما عم يقدر يتنفس. تطلب لارت من توري تجيب الأدوية اللي معها بشنتتها، وبتقول إنه رح تخلي روبرت يدفع ثمنهم لما يفيق. المهم لما بتفوت عند روبرت وتلاقي مريض، لا إراديا بتبتسم وبتشمت فيه وبتقول له هاد خطأك، إني سعيدة لمرضك لأنك رح تكون أعظم شرير على الإطلاق. وبتتساءل إذا بلكي تتركه يموت وخلاص. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الثاني من حكاية لارت وروبرت. كتير متحمسة ليكبروا لأنه الرسم بيكون سفاح وجمال لارت بيظهر ووسامة روبرت بتطغى، وبحس والد لارت عامل مصايب كتيرة هي ما بتعرف عنها أي شي. شو رأيكم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.